السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على أمور اللي تخص تحركات تاع جمال الماضي مع لاعبين مواهب جزائرية تنتظر في الاستدعاء من طرف هذه الاتحادية اللي ما عندهاش تحمس كبير باش تجيب لاعبين محترفين، لاعبين اللي لازم مستوى، لازم لنا مستوى في الفريق الوطني الجزائري باش نتكلموا على ليتيت ولا نتكلموا على تأهل. شفنا كيفاش تأهلنا كأس إفريقيا، تأهلنا بصعوبة كبيرة، تأهلنا بعد ما دخلنا الشك، ولينا نقولوا بالك ما تأهلوش بعد ما كنا نتأهلوا في المرتبة الأولى في 3 ماتش الأولى كنا نتأهلوا. وشلنا الناس كيفاش حطمت الفريق الوطني الجزائري ضرباته كما نقولوا حنايا في سرسول الظهر. جاو ناس منهم ونقولوا اسمه نتحمل المسؤولية تاعي أنا، وهو ماجر، والأبكار نقولوا الخبيثة، الأبكار اللي ما عندهاش ولا معنى. كيفاش ضربوا المهاجر والمجموعة اللي معاه والناس حب الكلون اللي كانوا معاه اللي داروا الكلون اللي عرفوا كيفاش صبروا. كان يقول لي انت راك تهضر بزاف من على بالك من 2000، على بالك بلي من 2013 هما يهضروا، من 2010 هما يهضروا، حتى حطموه. يقول لك الدوام يثقب بالرخام، الدوام يثقب بالرخام، لازم ما تكرهوش الناس اللي قلعوا في هذه المهمه تا باش نقلعوا زاتشي والمجموعه تاعو. لازم ما تكرهوش، لازم ما تقعد تضرب حتى الدقيقه الاخيره، حتى الدقيقه التاليه، يا هما يا حنا، كاين زوج صوالح امن بيهم، هما حنا هما، كاش لا رجوع. تسمع بها لا رجوع، انا مانيش نضرب على الناس معينين باش يجوا الفريق باش يقلبوا. المهم هاد الناس ما عندهمش كفاءة، وكي نقولوا بلي فلان وفلان نجيبوا من الإدارة اللي كونها السيد الحاج محمد راو، كاين خاصة كاين وليد صادق، تاسفاوت، قرباش، زبزافي، كاين 4 يجوا بكل سهولة، هذول معروفين في لافريك وعندهم التحركات تاعهم في لافريك، كيفاش كانوا يتحركوا في لافريك، كيفاش كانوا يدوروا في لافريك، معروفين عند لاعبين عند العائلات تاع لاعبين مغتربين جزائريين معروفين وبقدرهم والناس تحترمهم. حنا مرأة في باري أمو عدلي وراني نهدر فيها وراه يسمع فيها هذا زاتشي ويسمع فيها هذا مدان، ما راك تشوف فيها وراني نهدر فيها، طردتكم ما تعرفوش كيفاش تقنعوا. تروحوا انتوما يقول لكم روحوا هضروا معاه، كي تروحوا تهضروا معاه تخسروا، مشيت تسقموا تخسروا بالعانية، كتخسر. طردتكم قالت لكم سيبوا انتم، خلوا الرجال يجوا يهضروا. راح تسيلا باش مرا كي تشوف فيك تعرفك ماشي راجل، عيبك حاجة طايحة بزاف، كي مرا تشوفك تقول لك هذا ماشي راجل، ما يهدرش معايا هذا ماشي راجل، حاجة طايحة بزاف بالنسبة ليكم. بصح ما عندكمش الوجه، نورمال تجو تركبوا في الطيارة وتقول له ما كاش لي شافنا، هيا نهودوي، هيا ما كاش لي شافنا بلي طردنا ويجوا لهنا، لا والله لا تقولنا لا ما تزيديش الكاطو، لا 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 والله ما نفطروا، هي والله الماء ما حطاتولهم، الماء والله ما حطاتولهم، طردتهم. هنا يضرب بين هضروا على نبيل هذا فقير، هذا بشريعة النبي تحدك يا نبيل فقير، روح قيلنا انت باباك وامك بغاوك تلعب، الا جدك وجداتك هنا في الجزائر اللي بغاوك تمثل الاعلام تاع الجزائر، بصح باباك وامك اللي كان باباك وامك هما اللي قالوا لك ما تلعبش في الجزائر، روح لفرنسا، خاصة أمك قالت لك العب في فرنسا،
اما لما كان الله تريع على عوار برحمه الوالدين، ما ديرش الديكلاراسيون تاعك في الصحافه وتقول لهم راني قارع لديشون. ديشون انت مش هيعيط لك، بيعيط العوار. ديشون انت ديشون قولك اش تيدير، يعيط لولاد الجزائر لعبهم دقيقه زوج ويكمل معاهم. اما لا انت يا فقير، ديشون انت وما عيط لكش، عيط لك في هذو لي ماتش اللي فاتوا، ما عيط لك شي، ما عيط لكش، مكمل معاك. انت يا الصحافه في ليون راهي طايحه عليك، لي سيبورتير تاع ليون راهم طايحين عليك. انت خائن، روح قيلنا، روح برحمه الوالدين، روح قيلنا. الشعب راهي عاير فيك في لي ستاد، رانا نشوفو كي راهم يعايرو فيك في لي ستاد. ما تشرفناش تايا انت، لا تبدل اسمك، غير بدله، دير جون كلونغ فون دام، ولا دير جاكي شان، ولا دير شاك لي شاك، ولا دير المهم ديروا حاجه وحده اخرى. اسمه صعيب، ما تشرفناش برحمه الوالدين، قينا. كيفاش راك تروح تريين تالي، راك داخل له في راسه، خطير الغريان، خطيه خطيه. روح بعدنا، انت خاين مخنز، انت تخلينا نستنولو نطيحو لكم ونولو نعايرو فيكم، انت خاين مخنز، انت روح قينا انت. ها راه بنزيما بالنار اخر كسموه ناصري، ايه مساكين، ها راهم حرقوهم باطل، ها راهم حرقوهم باطل، حرقوا باطل، راهم ندمانين. نتايا تريع على واحد جاي في الدنيا تاعو، تريع لي شيطان نتايا، الله ينعلك، شيطان فيه على بلاده. روقينا، ها روقينا، بنادم شا باغي يطيح، روقينا، روح بعدنا، تا خاين مخلص نتايا، روح بعدنا. تاو باباك وامك خيان، روحوا بعدونا، ما تهضروش على الجزائر، انسى، دير انت في راسك بلي انت فرنسي، ما تهضرش على الجزائر، روح تمثل الدرابو تاع فرنسا، روح مثل الدرابو تاع، ما تهضرش على الجزائر، روح قيلنا وصعيك. سبحان الله، راك داخلو في راسو، ودير في الديكلاراسيون ديك كيسموها هذيك، يعيطولها شان ايكيب فانتيان، شان ايكيب فانتيا، دار ديكلاراسيون تاعو بلي راني متحمس باش فخر شرف كبير كو يجي عوار يلعب بالجانب تاعي. انت تلعب في ليكيب ناسيون تقول شرف كبير، مين يجي يمثل بلاده؟ مين يجي يمثل بلاده؟ شرف كبير. بصح انت يا من شكل هذيك، واحد كي يقول لك شرف ليا، كي تجي تمثل بلادك، ماشي تخون بلادك، وين راه الشرف اللي عندك تخون بلادك؟ ما كاش. حنايا عوار اللي راه يشوف، لا راه يشوف في هذا الاتحاديه ما تصلحش وكلش، بصح نديروا له رساله. حنايا عوار ارواح، حنا الشعب الجزائري لي سيبورتير، انا سيبورتير، انا واحد من الناس ارواح خويا، انا اللي يربد لنا اعلامنا نربدوه فوق ريصالنا باش هو يطلع الاعلام، حنا نديروكم فوق ريصالنا. ها ولا ادم الناس، محرز في غولي بولحي طايدر بن طالب ماندي، هذو ولاد الجزائر، هذو هنايا. ها راه وين راه كريم زياني بوقره عنتر يحيى زاوي قواوي، المهم اللي يبدل الاعلام تاع الجزائر انا معاه. مطمور جبور منيري بالحاج، حنايا هذو اللي بدلنا الاعلام تاع الجزائر. مدحي الحسن مغني، مصطفى السبع مجاني، هادو كاع حنايا ما ننساوهمش، هادو باقيين في الذاكره، هادو داروا اسماواتهم في الذاكره، اسماوات بحروف من ذهب، هادو فرحوا الجزائر. وكي نقولوا باللي السيد الحاج محمد روروا، شوف الجزائري المغترب كيفاش بلادو صابتو في نقطه حساسه، صابتو في نقطه حساسه. شتي لا نقطه حساسه يا 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 الخاين، يا فقير الخاين، شتي لا، راه نقولك شتي لا. الجزائر كانت في مرحله، كان العرب كانوا كاع الدول كاع طايحين على الجزائر. شوف المواطن الجزائري المغترب جا رفد بلاده في وقت حساس تاع الربيع العربي وهذاك تمنيك وهذاك الصوالح وكلش، رفد الجزائر في وقت حساس، جا العلامات تخرجوا، الواطي كلاكسونو، الشعب يجري، العلامات طب 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 طب، ضربتي بي الجناب، فاتت على مصر، هودت ليبيا، دارت لتونس، وراحت مليا من جيت سوريا. هاك تشوف كيفاش، شوف المواطن الجزائري. بصح انت خاين، انت ما تشرفناش، اما لا خطي غريان، خطي طفل، ما كان ما دخلك فيه. وحنا يا عوار
ان شاء الله بربي يدير قرار صائب، وهو اللعب وتشريف العالم الجزائري، عالم الاجداد، عالم جدودك وارواح الارض، الوطن تاعك وين بلادك، وين نفتخروا بيك ونقعدوا نهضروا عليك. انا فقير يدي 10 تاع كوب ديموند ما يشرفنيش، مع 10 ما جابهمش الجزائر. انا يشرفني الا بغات تمركي بنت تشرفنا، تمركي غير بنت واحد تشرفنا. نهار اللي لعبت مع ليون، لعبت مع ليون كونت مانشستر سيتي، سيبورتينا محرز وسيبورتينا عوار، سيبورتينا ولينا مي عوار يكذبها، والكل يكذبها فقيرك ما سوق، الله ينعلك الله ينعلك الله ينعلك تطيح. هذه هي تحيه الجزائر.